قراءة أي مقاومة يجب أن نضع سلكتر لافوميتر على الألفين أوم بهذا المكان حتى تكون مقاومة أما تكون مرتفعة نحو الميتين أو منخفضة ما لا إلى نهاية أيضا باقي الأجهزة تجيك على اثنين كيلو أوم بالبداية بداية الفحص لكن الاجهزه المتعدده القياسات احنا نخليها على ال2000 اوم حتى نتعرف على الاوميه هل هي مرتفعه او منخفضه بعض المقاومات تجي عليها القراءه مكتوبه عليها وتكونها المقاومات النادره مثل ما تشوفون 120 اوم 82 اوم 3 اوم 2 كيلو اوم والبعض الاخر اللي يكون اكثر من 2000 اوم هو 15 كيلو اوم 6 كيلو اوم 15 كيلو اوم 15 كيلو اوم 8 كيلو اوم اما باقي المقاومات فتكون قراءتها كالتالي عند قياس اي مقاومه ما راح تنطينا اي قراءه واحنا مخلي المؤشر على 2000 اوم اذا السلكتر لازم نصعده نحو ال 20 كيلو اوم ايضا ما انطانا قراءه نرفع سبعة وأربعين كيلو اوم. هنا المقياس اذا تلاحظون عليه ميتين كيلو اوم. وكانت القراءة هي اكثر من الفين اوم. اما اذا القراءة انطتنا اصفار على وضع الالفين اوم. نغير السلكتر الى الميتين اوم. راح نحصل على القراءة الصحيحة. القراءة هنا هي نصف اوم. على وضع الالفين اوم. وحاولنا قراءة أحد المقاومات ما أي قراءة صعد السلكتر على 2000 كيلو أوم أيضا ماكو قراءة زدنا القراءة إلى 2 ميجا أوم أيضا ما لطتنا أي قراءة إذن هاي المقاومة تالفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته